يعتبر النحت بجميع أنواعه فناً من الفنون التشكيلية القديمة للتعبير عن المشاعر والأحاسيس، ومن هذا المنطلق تمكن أحد الفنانين البحرينيين من توثيق أجمل اللحظات في مجسمات ثلاثية الأبعاد. ولكون الفكرة جديدة وفريدة من نوعها في المجتمع المحلي، قامت الزميلة إيمان شرف بتجربتها ووفتنا بالتقرير التالي. يرسم الشعراء والكتاب مشاعرهم بالحرف والكلمة، في حين يترجم معظم الفنانين التشكيليين ما في داخلهم بالريشة واللون، غير أن هذا الفنان اختار أدواته من مادة طينية ليحولها إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد تكاد أن تنطق بعدما تكسبها مهارته عواطف وأحاسيس، كما استطاع بعدها أن يوظف الفن لصالحه من خلال مشروعه الذي أطلق عليه بصمة ذكرى، ولتكن ذكرى يخلدها التاريخ. طبعا هذا يسمى في الفن حاسة الأبصار المتعددة، أن يكون اللمس جزء من العمل الفني، اللمس بكل تفاصيله، لم يكن مجرد عمل فني ينظر إليه، لا، يتحسس إلى تفاصيله وتعرجاته. يقوم بإخراج هذه المجسمات لعدة مناسبات وبشكل فني متكامل ضمن مراحل متتالية، حتى تكون في براويز جميلة وبألوان مختلفة تقدم كهدايا يمكن الاحتفاظ بها لعدة سنوات. هذا العمل يجسد كافة تفاصيل قبضة اليد مثلا، من أوعية الدم وتجاعيد اليد ما لا تمنحه الصور الفوتوغرافية، وتمنحه القدرة على استشعارها شخصيا من خلال توظيف حاسة الإبصار واللمس لتحاكي ذكريات الشخص بشيء من الواقع أمام ناظريه. يتم صب القالب، بعد أن ينزع الزبون يده من القالب يتم صبه بالمادة، سواء كان يتم صبه برونز أو بلاستيك أو جيبس، وبعد ذلك نقوم بفك القالب، ويتم في هذه المرحلة صنفرته وإزالة الزوائد العالقة من القالب. المرحلة التي يليها تجفيف العمل، وبعد ذلك يتم صباغته، والمرحلة التي تليها يكون إنتاج بهذه الطريقة بما يتناسب مع ديكور الفرد وذوقه، ديكور المنزلي طبعا اللي راح تكون في هذا البراويز. رغم أن عمله هذا يتطلب جلب مادة طينية خاصة وبمبالغ عالية، إلا أن ذلك لم يحل من تحقيق حلمه على أرض الواقع، وأصبح حجم الإقبال في تزايد، كون هذه الفكرة جديدة وفريدة من نوعها لا تتطلب سوى حضور الزبون ووضع قبضة يده في مادة طينية آمنة مدة لا تتجاوز 10 دقائق، ومن ثم العودة لاستلام العمل النهائي الذي لا يتجاوز 4 أيام. في هذه البراويز ذكريات تم تجسيدها في مجسمات ثلاثية الأبعاد لتوثق أجمل اللحظات في قالب فني مميز. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.